قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس المجلس الأعلى للقضاء بافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024-2025. هذا وألقى تبون كلمة بالمناسبة أكد فيها على استكمال الجزائر بناء المنظومة قضائية جمهورية محصنة بثقة الشعب، مشددا على أن مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء ومنهم القضاة. وفي ذات السياق أقول شهد مجلس قضاء المدية حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة والإعلان عن اختتام السنة المنصرمة بحضور شخصيات قضائية وقانونية بارزة. هذا وألقى رئيس مجلس قضاء المدية كلمة بالمناسبة أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين في القطاع القضائي، وأكد أن هذه الاحتفالية تأتي استكمالاً للافتتاح الوطني للسنة القضائية الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كما أعرب رئيس المجلس عن فخره بما وصفه بالتزام وإخلاص القضاة تجاه مهامهم، مشيداً بنزاهة العاملين في القطاع ومؤكداً على ضرورة تقديم صورة صادقة ومشرفة عن العدالة في الجزائر. أمير باح، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نلتقي اليوم في مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024-2025 بعد أن أشرف السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء شخصيا بتاريخ 25 نوفمبر 2024 بمراسم افتتاحها بمقر المحكمة العليا. إن الاحتفاء بافتتاح السنة القضائية بالرمزية التي تمثلها لدى جميع مكونات الأسرة القضائية يعد مناسبة لاستعراض سياسة القضاء في إرساء وتحقيق عدالة فعالة وناجعة تساهم في زرع الإطمئنان لدى المواطنين وتسعى لإعطاء لكل ذي حق حقه. شعارها في ذلك الإنصاف والمساواة بين المتقاضين. وفي مجال السياسة الجزائرية فقد عملنا وبدون هوادة على التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية التي تهدد سلامة الوطن وتمس بأمن وصحة وسكينة المواطنين، وكذا تلك المهددة للاقتصاد الوطني لا سيما الإجرام الخطير. وكعينة فقد عالجت مجموع المحاكم 1000 قضية تتعلق بالمخدرات و85 قضية تتعلق بحوادث المرور الخطيرة و33 قضية تتعلق بجرائم الفساد و345 قضية تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة و7 قضايا تتعلق بالجرائم الخطيرة المتمثلة في عصابات الأحياء، وتم معالجة قضيتين إرهابيتين و3 قضايا تتعلق بتبييض الأموال. كما هو التقليد ومعروف عليه سنوياً، قد تم افتتاح السنة القضائية 2024-2025 من قبل السيد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأعلى للقضاء شخصياً بمقر المحكمة العليا بتاريخ 25 نوفمبر 2024، وعليه فتم اليوم على مستوى تراب الجمهورية بمجموع 48 مجلس افتتاح السنة القضائية من بينها مجلس قضاء المدية. هذه الفرصة هي سانحة لمجلسنا لإبراز النشاط المبذول من طرف قضاتنا وكذلك مختلف مساعدي القضاء أو الضبطية القضائية بمختلف أسلاكها من درك وشرطة، وكذلك هي مناسبة لتقديم بعض التوجيهات في إطار السياسة الجزائرية المتبوعة من طرف الدولة لمحاربة الجريمة لا سيما الجريمة المنظمة كتجار في المخدرات، كعصابة الأحياء، كالتجارة بالبشر، كحماية عفوا حراك الغابات أو حماية أملاك الدولة من مختلف الاعتداءات. ولا يفوتنا كذلك في هذه المناسبة أن نذكر زملائنا القضاة بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كقضاة، باعتبار أن القضاء كما قلت وأن العمل القضائي هو قيمة أخلاقية قبل كل شيء، وأنه علينا نحن القضاة قبل أي كان أقولها وأكررها قبل أي كان أن نتحلى بمختلف أو بميزات الحياد والالتزام والتجرد من كل الاعتبارات للفصل في القضايا والعمل على إحقاق الحق وإنصاف المتقاضي عندما يكون أمام القضاء، وذلك باحترام طبيعة الحال حق الدفاع وحق الحق في المحاكمة العادلة. نبقى في ملف